الحديث أكثر مشاهدينا عن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العراق والتي تتفاقم من جراء السياسات الاقتصادية المتبعة وأثر تلك السياسات في رواتب نحو 4 ملايين متقاعد. معنا هاتفيا من عمان الأكاديمي والخبير الاقتصادي الأستاذ دكتور خضير كاظم، مرحبا بك. إذا أستاذ خضير، متقاعد العراق يعيشون الآن حالة من الترقب والقلق بسبب التلويح قطع رواتبهم أو تأخيرها، كيف سيكون موقف الحكومة الجديدة التي من المفترض أنها ستحل مشاكل الشعب كما تعهدت في برنامجها الحكومي، وعلى رأس هذه المشاكل الاقتصادية رواتب المتقاعدين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة البحث في هذا المجال يكاد يكون واضح المعالم بكل أبعاده. إذ أن الحكومات المتعاقبة على العراق منذ الاحتلال ولحد الآن حكومات غير كفوءة وغير مهنية ولا تمتلك الرؤية الفكرية والسياسية التي من شأنها أن تقود حركة الاقتصاد التنموي بالعراق بالشكل الذي يحقق الرفاه أو الضرورات الأساسية لأبناء الشعب. فحالة المتقاعدين من الموظفين والعاملين في أجهزة الدولة والتي تشكل لهم المصدر الوحيد للعيش ولمجابهة المتطلبات الحياتية الضرورية لهم، لأنه مبلغ زهيد يعني. ثم أنه لا يشكل مبلغا كبيرا إذا ما قورن بالمبالغ التي تصرف في الجوانب الأخرى للرئاسات الثلاث. سنجد أن هذا الراتب الذي الآن أصبح محط أنظار هؤلاء السراق والذين يريدون أن يستحوذون حتى على قوت الشعب وإلى لقمة عيشهم وإلى تكبيدهم معاناة كبيرة إلى جانب المعاناة التي يعيشوها في داخل العراق. ثم إن طبيعة الرواتب التقاعدية هي عبارة عن حصيلة من الاستحقاقات التي تم استقطاعها من رواتبهم أثناء الخدمة في دوائر الدولة. إذا كانت كذلك، عفوا أستاذ خضير عذرا المقاطعة، إذا كانت كذلك وهي تستقطع من رواتبه الموظفين قبل أن يتقاعدوا وتتراكم وهي موجودة في صناديق خاصة بحسب ما ذكر، حتى اللجنة الاقتصادية النيابية ذكرت ذلك أنها في صناديق خاصة لا علاقة لها بالموازنة، إذا لماذا هذا التأخير؟ هل صرفت حتى هذه الأموال الموجودة في صناديق خاصة والتي تكفي لسنوات لرواتب المتقاعدين؟ لا يمكن أن نقول أنها صرفت، بل نستطيع القول أنها قد سرقت، لأن هذه الأموال قد تراكمت من جراء هذه الاستقطاعات. ثم هناك صناديق للاستثمار وجهت بها هذه الأموال وهي كافية إلى تغطية كل الرواتب للمتقاعدين باعتبارها حق شرعي ولا يخضع إلى موازنة الدولة، إلا إذا كانت تلك الأموال قد سرقت من الصناديق الاستثمارية لهيئة التقاعد في العراق وذهبت إلى جيوبهم أو إلى الدول التي ينتمون بالعمالة لها. طيب أستاذ خضير، الآن يعني ما الأثر الاقتصادي والاجتماعي لاستقطاع جزء من رواتب المتقاعدين أو حتى تأخير هذه الرواتب للمتقاعدين وفق نظرية تداول الأموال وتداول الديون؟ في كلا الحالتين، سواء تم الاستقطاع من هذه الرواتب أو لم تصرف هذه الرواتب،
فإنها ستفاقم بشكل غير طبيعي حالات الفقر وحالة الضياع وحالة الجوع الذي سيمتاز الطبقة الكبيرة من المجتمع، لأنهم يشكلون ملايين كبيرة من الموظفين والعمال والعاملين في أجهزة الدولة، وأحيلوا على التقاعد وهو المصدر الوحيد لعيشهم. فإذا تم الاتجاه إلى استقطاع جزء من هذه الرواتب التي لا تكاد أن تكفي لحاجاتهم الضرورية، لتغطية إيجار السكن والمولدات والكهرباء والماء وبعض الخدمات والأمور الطبية، خاصة وهم من كبار السن الذي يتطلب استمرار حياتهم بمراجعة الأطباء والأدوية وإلى آخره، فلا تعتبر هذه المبالغ كافية لتغطية حاجاتهم. فحينما تستقطع، هذا يعني أن الشعب العراقي من الناحية الاقتصادية والاجتماعية سيواجه حالة عارمة وثورة جامحة للقضاء على هؤلاء الفاسدين، ويرتبطون بثورة الشعب وتصبح ثورة جياع وتمتاد المجتمع العراقي. وهي أذكرهم بما أشار إليه الإمام علي في هذا الشأن: إذا ذهب الفقر إلى بلد قال له الكفر خذني معك. نعم، شكرا جزيلا لك، أعتذر منك لضيق الوقت. من عمان الأكاديمي الخبير الاقتصادي أستاذ دكتور خضير كرم.